السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حاجة جميلة جدا، ده مشروع open source معمول ان تكتب الكلمة بالعربي وتكتب الشكل اللي انت عايزه، فهو يبدأ يحول لك الصورة دي للشكل اللي انت عايزه. يعني ركز على كلمة قرش كده، بتلاقيها واخدة شكل القرش فعلا. الاخطبوط بيحولها لك لشكل اخطبوط. كل اللي عليك هنا تكتب تكست مثلا، وليكن مثلا ارنب، اسد، اي حاجة انت عايزها، وتكتب الشكل اللي انت عايزه يتحول ليه، وتقول له رن، فيبدا ان هو يكون لك الصوره دي. يعني ممكن تقول له قطه وتقول له الكونسيبت بتاعي كات، جمل وكمل، وتقول له مثلا كلب ودوج. ممكن تكتب اي كلمه بالعربي ملهاش علاقه بالكونسيبت اللي انت عايزه. يعني ممكن تكتب مثلا عمر وتقول له حولها لي شكل اسد، مفيش اي مشكله خالص. لكن هي الفكره جميله جدا، وانا بحب الاشكال الجميله دي. و مشروع اوبن سورس، فتقدر ان انت تاخد الملف اللي انت ليك في البرمجه تعدل فيه. ممكن تعمل دوبليكيت سبيس او تقول له افتحه لي على جوجل كولاب، وتبدا ان انت تعدل فيه البرمجه بتاعته لو انت حابب.